السلام عليكم أخوتي ورحمة الله. 57 ولاية عالناس بركة لي ريكلامي وهذوكم وجه عندكم ولا بلج وجوهكم صحاح. أنا بنتي سيد ميت ما غدكم مشا قلت تحكي تريكلامي لقبيلي انت ايماجيني خوك انت ونديروها له في عنابة. انتم القبائل شفتي كون درناها لكم في عنابة وانتم قبائل سي بون ميسيرة وما نعرف وشي وعلينا الزار وتبداو في الرايس وما نعرف مشاكل وتبداو بالفتن تاعكم. شكون يدير الفتنة انتم في الجزائر؟ شكون يخرج العلم؟ جايبين لنا فرشيطة علم فيه فرشيطة وحطيته هنا في 97 ولا 94 جبتوه هنا حطيته هنا وعلاه توارق ما دايروش علم وعلاه الشاوية ما دايروش وعلاه بني مزب ما دايروش برسك يحبوا البلاد ما يحبوش الفتنة فهمتي؟ انتم ما دخلتوها قوة ما نعرفوش شي وكذا من هنا فهمتي؟ او يرقليكم بس عبد المجيد تبون الرئيس يرقليكم بربي ان شاء الله يرقليكم مش راح تروح لكم فهمتي كيف ما وانا وش راح نقول لكم اخوي نهدر درك الناس 5 مليانة فهمتي؟ وكلوا عليهم ربي برك جمال وخونا واحنا نحبوه مالقري ما نعرفوهش بس حبيناه وخونا وانا معاه للاخر وكش ما تسحقوا ناس 5 مليانة احنا عنا برانا واجدين مشي بالهدرة وكم تعرفوا العنبة ليزام فهمتي؟ العنبة مليزام مشي نحكي غير العنبة وصلي شاوي مادام زما قلت كاني عنبي وكدا سما الشاوية تعرف شاوية باللي من الفري رجال هذا وش راح نقول لكم خونا جمال وفي قلوبنا خويا ونوكلوا عليهم ربي وتاع القبائل البجاوية سامحونا البجاوية نزلوا السيس او حقكم مي بص احتيزي وزوا اخويا 700 الرقبة صحيبي طيحين عقب واحد ضربتوه طعنتوه عند لابوليس نشوفوا فيه الفيديوان خرجتوه حركتوه مدبوح محروق ذبحتوه والمراه والطفله اللي نسمع فيهم سمعناهم الجزائر كامله والعالم كامل تبصقوا عليها وتبولوا عليها وحرام عليكم ربي سبحانه ما يظلمش شو شعل النار عنا هاي تفاطل الحمد لله شوف انتم كيما كتر عندكم النار كتر عندكم النار غير من الفسق تاعكم من الفسق تاعكم بركة نوكلوا عليكم ربي هذا وش راح نقول لكم وكيما ديما نهضرها لكم كش ما عندكم اخرجوا شجعانكم حنا هنا العنبة وديما 5 مليانة سلام.